المشهد الإعلامي الوطني يتأثث بميلاد شبكة مغربية للناشرات والإعلاميات، ويعد من التحديات التي تستقبل العام الجديد بكل ثبات وإصرار. وأفهم ما ينتظرنا وتحدي لنا جميعا. مرحبا. أعلنت مجموعة نسائية مغربية على المستوى الوطني عن تأسيس إطار نسائي جديد تحت اسم الشبكة المغربية للناشرات والإعلاميات. وجاء في بلاغ صحفي صدر عن الشبكة أنه تم التأسيس يوم الجمعة 22 من دجنبر الجاري 2023 بمقر نادي الصحافة بالرباط. وأوضح البلاغ ذاته أن الشبكة تضم في عضويتها ناشرات ومديرات نشر الصحف والمطبوعات الورقية والإلكترونية والصحفيات العاملات في المقاولات الإعلامية والإعلاميات المهتمات بمجال تدخل الشبكة بأهدافها، إضافة إلى الإعلاميات والناشرات الرائدات ذوات التجربة والخبرة في المجال. ولتقريبنا مشاهدين أكثر من أهداف ورهانات هذه الشبكة، ونحن على بعد أيام معدودات من العام الجديد، معنا مشكورة الأستاذة الصحفية الكاتبة حجيبة ماء العينين، نائبة الشبكة المغربية للناشرات والإعلاميات ورئيسة تحرير موقع مصدر ميديا. صباح النور سيدتي. صباح النور الزميلة العزيزة خديجة، شكرا جزيلا على الاستضافة. مرحبا نورتيني. كما ينضم إلينا الأستاذ صلاح الوديع الشاعر والكاتب، له العديد من المؤلفات. صباح النور سيدي. صباح النور سيدتي، صباح النور صديقة حجيبة. مرحبا نورتني. إذن بعد إذنكما وإذن المشاهدين، نشاهد هذا التقرير من توقيع صفية هداري. ولجت المرأة عالم الصحافة والإعلام بعد أن كان حكرا على الرجال، فأتبثت بجدارة واستحقاق قدراتها على العمل الصحفي. في المغرب رصدت دراسة صدرت سنة 2020 ضعف حضور النساء في العمل الصحفي، وأشارت الدراسة الحديثة التي قام بإعدادها المجلس الوطني للصحافة إلى وجود مجموعة من الخروقات والتجاوزات في حق الصحفيات المغربيات. ومن هنا جاء التفكير في مجموعة عمل لمناقشة الحماية القانونية والمؤسساتية للصحفيات. ودعت الهيئة المغربية للصحفيات الشابات إلى وضع إطار للدفاع عن الصحفيات المغربيات ووضعية المرأة الصحفية داخل المؤسسة الإعلامية، مع ضرورة إخراج عدد من المشاريع إلى أرض الواقع لضمان الحماية لهذه الفئة. واقترحت الهيئة تعديل القوانين والتشريعات المؤثرة على عمل المرأة في قطاع الإعلام لتصبح أكثر مراعاة لاحتياجاتها، وتحفيز المؤسسات الإعلامية على نهج تمييز إيجابي تجاه الصحفيات وتعزيز دور الإعلاميات الصحفيات داخل المؤسسات الإعلامية. إذن ألف مبروك سيدة حجيبة، وأرجو لكم كل التوفيق. وبداية أود منك استعراض ومناقشة الأرضية العامة التي تأسست عليها فكرة إطلاق هذه الشبكة التي تتزامن مع إصلاحات مدونة الأسرة. شكرا جزيلا الزميلة خديجة، وتحية كبيرة للأستاذ صلاح الوديع صديق العزيز، وأنا سعيدة جدا بالتواجد معه في هذه الحلقة لأنه هو من المدافعين الكبار والشرسين عن المرأة دائما في كتاباتي في حضوري. أنا سعيدة جدا على أن تجمعني هذه الحلقة معه. طبعا بالنسبة للشبكة اللي لازم تأكيد عليه أولا على أنها ليست وليدة اليوم وليست وليدة يعني شهر أو شهرين. هذه فكرة تراود الأستاذة الزميلة العزيزة عزيزة حلاق منذ سنتين أو ثلاث سنوات، لأنها هي صاحبة الفكرة. وعزيزة حلاق طبعا غنية عن التعريف لأنها تمارس هذه المهنة منذ 30 سنة. هي من يعني من الصحفيات المتميزات اللي احنا نعتز بها ونعتز بأن نكون معها في هذه الشبكة. الشبكة المغربية للإعلام والنشرات كيف قلت هو كان حلم طبعا منذ أمد بعيد، جاء من أجل أن يغني المشهد الإعلامي في بلادنا.
جاء من أجل أن يتكتل مع كل الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الإعلامية اللي هي موجودة في بلادنا. طبعا هناك العديد من الأهداف اللي احنا تماما هذا هو ما سأحاول أن أستوضحه معك سيدة حاجبة قبل أن أنتقل للأستاذ وديع. فيما يتعلق بالأهداف، هل الأهداف المتوخاة من إحداث هذه الشبكة لها علاقة دعنا نقول بتقوية المقاولات الإعلامية النسائية من جانب، وأيضا لها علاقة بواقع المرأة اليوم؟ سيدة حجيبة تسمعينني؟ نعم قلت لك يعني فيما يتعلق بالأهداف المتوخاة، أتساءل معك هل لها علاقة بتقوية المقاولات النسائية الإعلامية طبعاً. ولها أيضا علاقة بواقع المرأة اليوم ما تعيشه اليوم من تحولات. هي الحقيقة الشبكة كان لابد من إنشائها من العديد من الصحفيات اللي هما عندهم هذا الهاجس، يعني هذه الأهداف اللي تحدثت عليها وغيرها. طبعا بالنسبة الأولى لتقوية المقاولة الإعلامية النسائية ولتشجيع النساء الصحفيات على الولوج لهذا العمل في إطار مقاولات إعلامية. طبعا من بين الأهداف الأساسية اللي احنا كنأكدوا عليها في الشبكة، وهي العمل طبعا على احترام صورة المرأة في وسائل الإعلام يعني ومنصات التواصل الاجتماعي، يعني في إطار خدمة القضايا والمساهمة طبعا في تجويد مستوى ومحتوى ما يقدم عن المرأة، هذا بشكل خاص. ثانيا هناك الاهتمام بمكانة المرأة، يعني ننبهوا إلى دور الإعلام في تحسين وضعية هذا الواقع، واقع المرأة داخل المجتمع. ثالثا كما قلت تشجيع النساء المقاولات على الاستثمار في قطاع الصحافة والإعلام، لأنه قطاع يحتاج منا إلى الاستثمار ويحتاج منا على أنه نقوي، يعني خصوصا على أنه نلاحظ على أنه رغم وجود صحفيات اللي هما خبر الصحافة يعني لمدة سأعود لك في تفاصيل أخرى سيدة حجيبة، ولكن دعيني أنتقل الأستاذ صلاح الوديع يعني حتى لا ينتظر كثيرا. عذرا أستاذ صلاح، يعني فيما يخص الكتابة النسائية اليوم في ظل التحولات الاجتماعية، ما الذي تشكله وهل تتمتع بمناخ ثقافي ملائم اليوم؟ أولا أريد أن أعبر عن سعادتي لسببين. أولا لتأسيس هذه الجمعية التي أتمنى لها يعني كامل النجاح، ثم لكونها تضم صديقات ممارسات في المجال منذ سنين، وهذا المسار الغني والحافل يؤهلهن ليلعبن أدوار ريادة في المجال، وأتمنى لهن كامل النجاح. هذا من جهة. من جهة أخرى أعتقد بأنه جمعية من هذا النوع سوف يكون لها مسؤولية للعمل على جبهتين. الجبهة الأولى وهي تجاوز الصورة النمطية للمرأة في الإعلام عموماً، بما فيه العمومي، بما فيه الخاص، بما فيه الورقي، بما فيه كذا. وثانيا تأكيد دورها وتعزيزه في المجال، بمعنى دورها كمرأة مندمجة في المسار ديال الإعلام وديال النشر وديال الغير. فإن هذه مسألة أساسية. سولتني على الكتابة. أنا وهذا الشيء كتعرفوا الأستاذة حجيبة، أنا مناصر ديال يعني القضية النسائية يعني لنقل بقوة ربما بشراسة، نظرا للحيف والظلم الذي يعني تعاني منه المرأة ولا تزال يعني في المجتمع. السؤال هو واش هذا الوضع، واش هاد يعني الخصوصية كتعطي الكتابة النسائية ما يمكن نعتها به ككتابة ذات نوع خاص. أعتقد بأنه هذه فيها نقاش، وإذا بغيتي سيدة خديجة نتوسع فيها مرحبا. شخصيا عندي واحد النوع ديال يعني الحذر من وصف هذه الكتابة على أنها نسائية، وإذا بغيتي توسع نعم تفضل.
أنا أعتقد بأنه الكتابة عموما الإبداع، النشر والإعلام مجال، والكتابة اللي نقول الأدبية والفكرية والفنية وإلى آخره مجال آخر. هذا المجال لا يمكن أن نطلق عليه كتابة نسائية وكتابة رجالية. علاش؟ أعطيك مثال. حينما لنفترض وكلنا قرأ مثلا كتب لرجال عانوا مثلا من تجارب مريرة وقاسية، الحروب، الزلازل، التعذيب، يعني قضايا من هذا النوع لا يمكن أن يتحدث عنها إلا من عاشها. صحيح. وبالتالي فهذه الخصوصية في التجربة الإنسانية يعني مفروض أن تنعكس في الكتابة الأدبية ككتابة تنبع من الوجدان، في حين أن مثلاً الكتابة النسائية لا يمكن نعتها بالخصوصية، هي فقط لكون المرأة تعيش نوع من الميز، من الاضطهاد، من العنف، ونعرف ذلك في حالات متعددة، لا يمكن لأحد آخر أن يعبر عنها إلا هي. علاش؟ هل جيد، أنا ما أود أن أصل إليه، عذراً عفواً على المقاطعة سيدي، ما أود أن أصل إليه، وهل الكتابات النسائية تتمتع بمناخ ملائم مناسب في هذه الآونة اليوم؟ أعتقد بأنه هناك، إذا بغينا نسرد الأسماء. نعم، على ما يبدو سأنتقل للأستاذة حجيبة. أستاذة حجيبة، مثل هذه المبادرات ما تأثيرها على الحضور النسائي في المشهد الثقافي؟ يعني اختلفت الرؤى والمناهج والاتجاهات التي تعاملت مع خصوصية علاقة المرأة بالإبداع، سواء الإعلامي الصحفي في المجتمع المغربي. يعني ما قراءتك لهذه المبادرة اليوم؟ بالتأكيد هذه المبادرات هي لها تأثير كبير، لأنه في الأول وفي الأخير الصحفية هي كاتبة. ثانيا، نحن نريد من خلال هذه الشبكة أيضا رفع مستوى هذه الكتابة، يعني الرفع من مستوى الثقافي والاجتماعي حتى للمرأة، يعني للصحفية الكاتبة. ثانيا، خلق قوة اقتراحية نسائية إعلامية تساهم إلى حد بعيد كل القضايا، يعني القضايا المجتمع، القضايا التي تهم الإعلام، القضايا التي تهم الثقافة بشكل عام والكتابة بشكل عام، سواء النساء يعني النسائية أو بشكل عام. ولكن بما أننا نتحدث عن شبكة هي تضم صحفيات يعني وكاتبات، نركز يعني على دفع العديد من الصحفيات اللي هما كانت عندهم تجربة طويلة جدا وباع طويل في المجال الإعلامي، على أنهم ينخرطن في هذا العمل. ثانيا، الرفع من مؤشر المشاركة النسائية في الفعل، يعني اجتماعي، سواء اجتماعي أو اقتصادي أو إعلامي. إضافة إلى أنه نسعى في الشبكة أيضا إلى المساهمة في التفعيل الجهوية الثقافية والحكامة الترابية من خلال طبعا إعلام القرب. صحيح. طيب، لا أدري إن كان معنا الأستاذ صلاح الوديع معنا. طيب أستاذ نعم، أستاذ صلاح مرحبا مجددا. ربما عادي نتسأل معك على طبيعة المؤثرات الطبيعية والفكرية والاجتماعية والثقافية التي تؤثر في خصوصية الإبداع النسائي، على اعتبار أن المرأة فاعلة في إنتاج هذا الإبداع وليست مادة تصاغ في عملية الإنتاج الإبداعي، سواء على المستوى الأدبي، الإعلامي، الصحفي، حتى يعني المرأة كشاعرة، كصحفية، كإعلامية. أعتقد بأنه السبب اللي كيدفعنا جميع باش ندعموا مثل هذه المبادرات وندعموا الإبداع النسائي عموما، وهو أنه على عكس الرجال، النساء أولا
كافحوا من أجل إثبات ذواتهم يعني أدبيا، ومن أجل إثبات ذواتهم يعني هكذا بمعنى بالمطلق، بحيث رجال ما عندهمش هذه المسألة. أما النظرة للمجتمع، النظرة لحسن الحظ يعني شيئا فشيئا ولو ببطء تتغير، وهي أنه النساء لسنا مرصودات لمثل هذه الأنشطة الإبداعية. فلذلك المرأة عندها جبهتان، ولذلك إنشاء مثل هذه الجمعيات مسألة إيجابية جدا ويجب دعمها. علاش؟ لأنه فيها نساء منتبهات لهذا الكفاح اللي خصهم يخوضوا على الجبهتين. الجبهة الأولى اللي هي إثبات الذات والجدارة، وكذلك في نفس الوقت يعني المساهمة في الإنتاج عموما على جميع مستويات الكتابة، أكان نشرا أم إعلاما أم إبداعا. تمام، نعم. طيب سيدة حجيبة، سأعود معك لهذه المبادرة. ما هي الدلالات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية أيضا لهذا المشروع الثقافي؟ ما هي أبعاده في ظل ما أحرزته المرأة من مستحقات؟ أظن على أن هذه الشبكة ستساهم بالإضافة طبعا إلى العديد كما قلت من المؤسسات ومن المنظمات التي تشتغل على الجانب الإعلامي. هذه المؤسسة ستساهم بشكل كبير. نحن كمنضوين تحت هذه الشبكة نسعى بشكل كبير على أن نفك هذا الحصار الموجود على المرأة الإعلامية، الذي نظن نحن على أنه هناك حصار إلى حد ما يمنع أو يحول دون أن هذه الصحفيات أو يعني أن يفتحنا هن المجال من نفسهن لمقاولات أخرى من أجل الاشتغال على هذا على التعريف بمكانتهن الإعلامية. ثانيا، نسعى إلى دعم المرأة عن طريق خلق فرص وأنشطة، فرص للشغل وأنشطة، وفتح المجال أمام النساء لإثبات قدرتهن على، وهذا يعني هذا طبعا يأتي في إطار دعم نفسي ودعم معنوي ودعم مادي، المشاركة أيضا في تفعيل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة كما قلت، تقوية الإعلام الجهوي. نسعى أيضا من خلال الشبكة إلى دعم الناشرات والإعلاميات لأجل المشاركات في مختلف التظاهرات الوطنية والدولية، لأنه كما قلت هناك العديد من الأسماء اللي كنعرفوا احنا في المغرب على أن هناك العديد من الأسماء اللي عندها تجارب كبيرة جدا ولكنها تبقى يعني غير ظاهرة. طيب سيدة حجيبة، عفوا، هل هذا يتزامن، لأنه في الحقيقة يتزامن مع بداية السنة الجديدة 2024، أيضا يتزامن مع ربما هذه الإجراءات اليوم اللي كنشاهدوها في المشهد الأسري فيما يتعلق بإصلاح القانوني، أيضا فيما يتعلق بإصلاح مدونة الأسرة، هل كان هذا يعني مقصودا منكم؟ طبعا هو كما قلت هي الفكره ترى الظرفيه ربما يعني لها لكن تقل. الظرفيه جاءت مواتيه اكيد بالضبط. الظرفيه جاءت مواتيه على جميع الاصعده. اولا نحن في بدايه سنه جديده، نتمنى لها ان تكون يعني قويه اعلاميا، قويه المراه الاعلاميه ان تكون فيها قويه. ثانيا كما قلت، تاتي في هذه الظرفيه التي نسعى نحن من خلالها لالقاء الضوء على هذه المدونه وعلى العديد من الحقوق التي فعلا تحتاج المرأة المغربية. ونحن نعرف على أنه طبعا المرأة المغربية وصلت إلى يعني إلى مراكز القرار، وصلت إلى العديد من في إطار طبعا دائما حتى دفاع جهات الملك محمد السادس على المرأة، ولكن نحن كشبكة نأتي أيضا من أجل دعم هذه المرأة، ومن أجل توضيح العديد من الأمور التي هي ملتبسة إلى حد الآن تبقى ملتبسة. نسعى إلى أن نلقي عليها الضوء ونفتح النقاش معنا طبعا مع المجتمع بشكل عام، ولكن مع المرأة بشكل خاص. جيد، سأتقل للأستاذ صلاح الوديع، يعني
كما تفضلت قبل قليل أنت مناصر للمرأة بشكل قوي وشرس على حد قولك، يعني كاستشراف لمستقبل المرأة الإعلامية الأديبة الشاعرة المبدعة عموما، ونحن على مشارف سنة جديدة تفصلنا عنها أيام معدودات، كيف ترى وضعية المرأة اليوم المبدعة الإعلامية الصحفية؟ أرى بكل صراحة يعني أسماء تبرز شيئا فشيئا وتحتل مكانة محترمة ومرموقة، ليس فقط على المستوى الوطني ولكن حتى على المستوى الرقعة العربية وحتى على المستوى الدولي. زعما الأسماء يمكن نسرد لك يعني الأسماء التي تتردد واللي عندها حضور في الشرق، عندها حضور في الغرب، عندك الشاعرة حفصة الأمراني، عندك توريا مجدولين، عندك لطيفة باقة، عندك سهام بن شقرون، عندك سمية النعمان، وفاء الأمراني، ربيعة ريحان، وعندك واحد الجيل جديد يعني فيه زهراء عز، فيه كريمة أحداد، فيه سكينة حبيب الله إلى آخره. فهناك حقيقة يعني أسماء اللي هي أصبحت مرجعية يعني في اللائحة اللي ذكرته اللي يعني تستحق حقيقة يعني كل التقدير. علاش؟ أولا على الاستمرار في الإبداع، لأنه ما ذكرتش ليلى سليماني اللي عندها حضور في أوروبا إلى آخره، لأنه كاين الاستمرارية في الإبداع، بمعنى كاين الإرادة القوية الداخلية لكل هذه المبدعات باش أنهم يستمروا في عملهم، وفي نفس الوقت يناضلوا ضد الصور النمطية اللي كاينه في المجتمع، وكسر هذه الأحكام الجاهزة والصور النمطية تماما. فإذا لنا أن نفتخر بهم بكل صراحة، لنا أن نفتخر بهم وأن نشجعهم. وهذا الأداة التي أنشئت من طرف هذه التلة من الفاعلات مهمة جدا، مهمة جدا. تذكرنا كذلك لأنه لازلنا متأخرين عن تفعيل الدستور الذي ينص على المناصفة. هناك هيئة المناصفة ينص عليها الدستور، وهذه مناسبة للتذكير بها، لأنه على كل حال يعني هذا دستور هو تخصو يحكم يعني حياتنا. طيب سيدة حجيبة، سأختم معك فيما يتعلق بتأسيس ممارسة ثقافية جادة، يعني تنفتح على قضايا فكرية أدبية متعددة تخدم المرأة بشكل أشكال، ما هي الاستراتيجية الواجب اتباعها؟ ما هي رهاناتكم في الشبكة اليوم أنتم في هذه المبادرة؟ على ماذا تراهنون؟ بالتأكيد نراهن على العديد من الأشياء التي نتمنى لها أن تتحقق، وأظن على أنها ستتحقق، بما أن يعني أنا متفائلة جدا، خصوصا عندما نسمع الأستاذ صلاح الوديع يعني بدعمه الكبير لنا، والعديد من الأصوات التي والأسماء المتميزة التي دعمت هذه الشبكة. بالنسبة لنا أكيد على أنه نتطلع للكثير، أولا نتطلع بالتأكيد على أنه تصل المرأة العربية والمرأة الإعلامية بشكل خاص إلى مواقع القرار، أن تكون لها الكلمة يعني في مواقع القرار، وليس فقط على أنها صحفية فقط، ولكن أن تكون في موقع المسؤولية. نتطلع لربط الاتصال مع كل المؤسسات، كل الشبكات، كل المنظمات، وللتعاون معها بشكل جيد من أجل إعلام قوي، إعلام متميز، من أجل امرأة صحفية متميزة. نتطلع أيضا إلى أنه على أنه ندافع العديد من القضايا الوطنية في أولويتها، طبعا قضية الوحدة الترابية والتي كانت من بين الأهداف الأساسية طبعا في الشبكة، لأنه هذا يعني مسؤولية كبيرة. عذراً نتطلع إلى أنه نعم. كنت من لكم كل توفيق، الوقت أدركنا، يشيرون أننا وصلنا للختام. شكرا جزيلا. نعم. مرحبا، نورتيني. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا الزميلة خديجة. شكرا. مرحبا. بارك الله. مرحبا، نورتيني السيدة الأستاذة صلاح الوديع. تحياتي. مرحبا الأستاذة والصحفية حجيبة ماء العينين، نورتيني، شكرا جزيلا، وكنت من لكم المزيد من النجاح والتألق في هذه الشبكة. شكرا أيضا لكم الأستاذ والكاتب صلاح الوديع، نورتني
بكل صدق مرحبا، وكنتمنى لكم عام جديد إن شاء الله. شكرا جزيلا لكما، مرحبا. مرحبا. الشكر أيضا لفريق العمل، شكرا أيضا لكم مشاهدين على كرم المتابعة، وليبقى الرجاء دائما في لقائكم غدا وتحدي جديد مع كامل